تزوج رجل من مجموعة الـ RH موجب، والده سالب. هذا تزوج من امرأة هم مجموعتها موجب ووالدها هم سالب. تنبأ بمجموعة الدم للـ RH الأولاد، ثم بين عدد المصابين باليرقان. طراز المظهر الـ RH الموجب احتمالين، هذا أو هذا، يعني هو سائد، والسالب احتمال واحد. فالـ RH موجب وحدها، طبعا هذا جزء واحد، يعتبر حرف واحد أو جزء واحد. RH هذا وما نعرف الثاني هل كبير أو صغير هجين. السالب احتمال واحد، اثنيناتهم صغار، هذا يعتبر جزء واحد وهذا جزء ثاني، يعني مو أربع أحرف نعتبر هذا حرفين، هذا واحد حرف واحد وهذا حرف واحد. نسوي مسودة بعدين نمسحها. تزوج رجل RH موجب من امرأة موجب، شنو منطوق السؤال؟ كان والده سالب. الطراز الوراثي الموجب وحدة نعرفها وحدة ما نعرفها نحطها هنا، هذا للرجل. حتى المرأة هم وحدة نعرفها وحدة ما نعرفها، هذا وحدة نعرفها وحدة ما نعرفها. أما هنا تكون هاي أو هاي الصغيرة. كان والده RH سالب، شنو رمز السالب؟ اثنيناتهم صغار، يعني هذا صغار. الابن لازم يورث من أبوه، فهنا هذا مكانه هنا صغيرة، إذن هو الرجل RH هجين. سنجي زوجته هم أبوها سالب. السالب هاي يعني R small RH small RH small، فيتاخذ من عنده هم هاي الصغيرة RH small هنا مكانه، هم هجينة. إذن هسه عرفنا حلينا نحل السؤال. إذن طراز الوراثي للرجل هجين والمرأة هم نفس الشيء. هسه يصير انقسام اختزالي وتكوين الأمشاج، هذا ترى يعتبر جزء واحد، فهذا RH هنا نحطه، وهذا الثاني هم يكون مشيج سمول RH سمول. حتى زوجها هم كون نوعين من الأمشاج. عند التزاوج كون أفراد، إذن هذا أول واحد موجب RH موجب، هذا الثاني هم RH موجب، هذا الثالث هم RH موجب. إذن بس هذا سالب، ثلاثة موجب وهذا سالب. إذن هذول الأفراد الأولاد هذولي، ثم بين عدد المصابين باليرقان. الإصابة باليرقان احتمال واحد أن تكون الأم سالب والابن موجب، بس هذا الاحتمال الوحيد، الأم تكون سالب والجنين موجب. هنا الأم موجب ماكو، إذن ولا واحد مصاب باليرقان.